السلام عليكم. ربنا خلق الجماد وميزه بميزتين، ميزة الحجم وميزة الوزن. أي جماد في الدنيا زي الجبال، الصخور، المية، ليها حجم واخد حيز من الكون وليها وزن. وربنا خلق النبات وميزه بنفس ميزتين الجماد وزود عليهم ميزتين تانيين، ميزة الحياة وميزة النمو. أي نبات في الدنيا بيموت وبينمو وبيكبر. وربنا خلق الحيوان وميزه بنفس الأربع ميزات السابقة وزود عليهم ميزتين، ميزة الروح وميزة الغريزة. ربنا زرع في الحيوان غرائز كتير علشان يضمن بقاؤه وانتشاره في الأرض، زي غريزة التزاوج، غريزة الصيد، غريزة الأمومة، غريزة الهروب من المخاطر. ما تلاقيش حيوان بيرمي نفسه في حفرة علشان عارف ان دي هتكون سبب هلاكه. ممكن تلاقي دلوقتي قطة في الشارع لو لقت عصفورة واقفة على الأرض بتتسحب نفس طريقة الأسد وهو بيصطاد، على الرغم من ان هي ما اصطادتش قبل كده. غريزة الأمومة، بتشوف أسد ماسك أشباله بنفس البق اللي هو بيصطاد بيه. ربنا خلق الإنسان وميزه بنفس الصفات، الست مميزات السابقة، وزود عليهم ميزة العقل. العقل وما أدراك ما العقل. العقل ممكن يكون سبب نجاتنا وممكن يكون سبب هلكنا، وزي ما بيقولوا العقل إما ممرن وإما غير ممرن. والعقل الغير ممرن زي طفل عنده 3 سنين ماسك سكينة وعمال يجري في البيت، ممكن يبوظ حاجات كتير، ممكن يؤذي ناس كتير، وأول واحد هيؤذيه هو نفسه والجروح هتكون عميقة. طيب إيه المطلوب مننا؟ إن إحنا نمرن عقلنا. نمرن عقلنا إزاي؟ العقل بيمرن بالعلم، زي ما ربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها. ما قالش وعرف آدم الأسماء، لأن المعرفة شيء والعلم شيء تاني. ربنا بيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم الأول، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يأتي بعدي العمل، واستغفر لذنبك. لأن الدين عبادة ربنا عن جهل أو ضلال هتضيعنا. أنا شفت فيديو لممثلة المذيعة بتسألها عن الحجاب، فبتقولها أنا محجبة في قلبي، محجبة في عيني، في جوارحي، في سمعي، لأن حجاب الجوارح أهم من حجاب المظهر. فعبادة ربنا عن جهل أو عن عدم علم ممكن تخلينا في طريق الضلال. تاني حاجة، العلم الدنيوي اللي هينفعنا، علم الذات، علمي عن نفسي، علمي عن اللي حواليا، علمي اللي هينفعني في الشغل وهيكبرني. أنا بشوف ناس كتير في الشغل بتبقى عايزة تكبر بس مش عايزة تتعلم حاجة، عايزة تفضل، مش عايزة تتعب، مش عايزة تبذل المجهود، لأن العلم بيتعب العقل، بيشغل العقل زي الجيم كده بالظبط. لما بروح ومرن العضلة، فالناس دلوقتي ناس كتير ما بتحبش ان هي تتعلم وفي نفس الوقت عايزة تكبر في الشغل. وزي ما قلنا قبل كده، انت مش هتقبض اكبر من اللي بتقبضه دلوقتي غير لما تعرف اكتر من اللي بتعرفه دلوقتي. تالت حاجة، صاحب الناس اللي عندها نفس طريقة تفكيرك، لان كل ما الواحد عنده بقى عنده العلم زاد او كبر في المعرفة وزود وكبر مدارجه، كل ما دائرة معارفه هتقل. لان قعدتك مع ناس ما عندهاش نفس طريق تفكيرك هتتعب انت وهتتعبهم، مش هيحصل وفاق بينكم. اخر حاجة، العقل زي العضلة، زي اي عضلة في الجسم محتاجة تمرين، وتمرين العقل هو العلم. وزي ما بنشوف وشفنا ناس كتير لما بتكبر وما بتستخدمش عقلها بتيجي الأمراض، الشيخوخة والزهايمر والحاجات دي كلها. فالعقل عضلة محتاجة تمرين باستمرار، لازم أقعد أتعلم حتى لو مش هستخدم العلم ده، مفيش علم في الدنيا بيخسر. لازم أقعد أتعلم لغاية لما أموت علشان أفيد نفسي وأفيد اللي حواليا. وأعظم أعظم نعمة ربنا أنعمها وأعظم خلق ربنا خلقه في الدنيا دي كلها هو العقل. أعظم النعمة دي بأن أنا أكبرها ونميها وأتعلم وعلم وفيد اللي حواليا، مش أسيبها زي أي حاجة مش مستفاد بيها. أشوفكم على خير. سلام.